تتسم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورا مستمرا في المستويات الكافة انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا. يا هل البحرين فاض الحب فاض، والبحر لي فاض ما حد يدركه، خاطري ويحرك. جيتكم قلب بياض في بياض، مملكة تبغى تعانق مملكة. مشاعر وقيم الأخوة والمصير المشترك جميعها تتجسد في العلاقات بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فالعلاقات بين البلدين ليست وليدة اليوم أو وليدة الصدفة، بل هي امتداد منذ عصور قديمة ولا تقبل المزايدة، ولطالما أكدت المواقف السعودية عمق العلاقات بين البلدين من خلال دعمها المتواصل لأمن مملكة البحرين. علاقة من الصعب أن تصفها الكلمات، اتسمت بالمحبة والتقدير المتبادلين، ولمست جوانب الحياة عامة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وأما الاجتماعية فقد عبرت عنها الكثير من الصور والكتابات والمواقف وروابط الأخوة ووشائج القربة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، والتي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة ورحبة في المجالات كافة. ومما لا شك فيه فإن الاهتمام المتنامي من قبل القيادة في المملكتين يؤكد مدى عمق العلاقة والتطور في مجالات التعاون بين البحرين وشقيقتها السعودية، ويشكل حافزا كبيرا للارتقاء بشكل العلاقات الثنائية وتعدد مجالاتها في المستقبل، بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.